كلكم واعون وكلكم منتفضون وكلكم ثوار في سبيل هذا الوطن فلتكون لكم وقفة. احنا اعطينا 72 ساعة وباكر اخر مهلة، باكر اخر مهلة تنتهي المجلس النواب العراقي. احنا الباحث خاطب مجلس النواب، الباحث رئيس مجلس النواب قال اليوم عندنا الساعة 11 مناقشة أخيرة فيما بين كما يسميهم بما يسمون، ونحن لا نعترف بهم برؤساء الكتل السياسية، هل يفعلوا ما يريدون، لكننا نطالب أن يكون هذا القانون قانون الانتخابات وقانون يلبي طموحات الشعب، يرضينا جميعا، وبالتالي كل تصويت على غير هذا الشيء فهو مرفوض.